مع تقدم العلم والتكنولوجيا قدر الإنسان يحقق تطور ملحوظ في مجال الطب التجميلي، ومع وجود تقنيات مثل إزالة الشعر بالليزر انتشرت كثير من التساؤلات والمفاهيم الخاطئة. خلونا نعرف شو الشيء الصح وشو الشيء الغلط مع الدكتورة. دكتور هلا، بيقولوا انه ممكن الليزر يسبب سرطان للجلد، صح او غلط؟ غلط، لم تثبت اي دراسات دم. عمل عده جلسات متتاليه لازاله الشعر، هل بيختفي الشعر نهائيا؟ لا يمكن، غلط برضه، لانه لازم افضل اعمل مينتيننس، انا بتعب بس بوصله الشعر. هل اجهزه الليزر المنزليه بنفس كفاءه اجهزه الليزر الموجوده بالعيادات، صح او غلط؟ اللوجيك بيقول غلط، اي حاجه بنستخدمها مختصين اكيد اقوى، اكيد احسن، اكيد بتجيب نتائج افضل. بعد زيارتي لقسم التجميل كملت جولتي لحتى أتعرف على أحدث التقنيات الموجودة في قسم التنحيف، مثل تقنية الكبسولة الذكية لخسارة الوزن بدون جراحة وحلول أخرى. في قسم علاج تساقط الشعر يستخدم تقنية حديثة جداً، وهي من خلال جهاز الريجينيرا. خلال العام الحالي خدمنا تقريباً ما يقارب 20,000 عميل، نسبة الرضا فوق 95% الإحصائيات اللي عملناها، وإن شاء الله رح نوصل 100% قريباً. ما تترددوا تزورونا مركز نور ممزر، كل الاستشارات مجانية جميع الأوقات، هلأ وبعدين تفضلوا شوفوا المركز وإن شاء الله بتكونوا راضيين. شايفين كل هالأقسام الموجودة بالمركز؟ رح تكون الاستشارة مجانية مع أفضل الأطباء وأحدث التقنيات، ما تترددوا.